مرت وتحولت لزكريا ناسيو. زكريا ناسيو محاولة الاستلام فريد محمد نجيب وخليفة أحمد انطلاق لخليفة مرة من الأول والثاني فرصة هدف أول. هدف أول هنا لمصلحة الأهلي الخرطوم لمصلحة جوزيف ومرور من زكريا ناسيو. وهنا جوزيف ماذا يفعل؟ رقصة واحتفالية خاصة بجوزيف بطريقة هي جديدة لجوزيف. يحتفل داخل مرمى الأهلي المريخ كوسي بعد أن سجل الهدف اللاعب النيجيري جوزيف. مرور كان لفريد وشاهد الاحتفال مع فريد محمد نجيب. من مر في اللقطة الأولى فريد أم خليفة أحمد؟ سنشاهد بكل تأكيد وفي إعادة الإفادة مع الزميل جرهام أحمد بري. الكرة مرت وتحولت هدف كان لمصعد الأهلي الخرطوم. للخرطوم وأهلي مدني دائما تأتي على صفيح ساخن. أهلي الخرطوم اللي في المركز الثالث هنا منذ البداية. هنا تسديدة يا سلام يا سلام في 30 ثانية جوزيف أوكي وسجل الهدف الأول في هدف أول سريع لمصلحة أهل الخرطوم. وهنا التحية مباشرة هنا مع دكة البدلاء هنا مع معتصم مع عصام جوليت مع كل الكل يتابع والكل يراقب في هدف سريع في هدف خطف في الكرة مباشرة تنسد وسدد كرة منتصر إبراهيم. كانت ردة الفعل حاول أن يستلم الكرة على دفعتين ولكن الكرة مرت ليكون أسرع الأهداف حتى الآن في 30 ثانية. مشاهدين الكرام أهلي الخرطوم يصل ويسجل الهدف الأول في مرمى أهلي واد مدني.